عادة اللواء أنتم متهمون مباشرة بأنكم يعني، وهذا الاتهام جاء في بيان الحرية والتغيير بأنكم تعطلون تكوين أو تشكيل المجلس التشريعي، ومن قبل كان هذا الاتهام نفسه في 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 تعيين الحكومة السابق في تعيين الوزراء بمطالبتكم بحصص أكثر، والآن جاء البيان واضحا. أنت الآن تتحدث إلى عودتكم مرة أخرى إلى الحرية والتغيير، أو أنكم لم تفارقوا الحرية والتغيير، ولكن هذا الحديث أصبح الآن حديث الشارع في أن حزب الأمة دائما في هذه المرحلة ما يرى الأشياء من منظور ذاتي وليس منظور وطني. طبعا الاتهام ده اتهام باطل، كونك تطالب بحقك بناء على حجمك وبناء على بذلك وعطائك معيب، لكن العيب مكونك انك تتناقش ونصل لاقناع وان اخر حاجه نقلب مصلحه الوطن على المصلحه الذاتيه. ولكن هذا الوطن ليس حزب الامه فقط يعني. انا ماشي لك، انا دائما اقول حسين ده، انا دائما اقول في الحكايه دي طبيعه الفترات الانتقاليه، يجب ان يعرف الناس تختلف من فتره الفترات الانتقاليه دي هي ما مقطوعه من شدره. الفترات الانتقالية دي عندها أب وعندها أم، وأنها نابعة من رحم الشعب السوداني. كل أبناء الشعب السوداني ناضوا وضحوا وماتوا في أجلها، وبالتالي على أن الفترة الانتقالية دي حقها فعلا تأسس لمعالجة كل القضايا، وننتقل في نهايتها إلى نظام ديمقراطي أصيل. كل الكلام الجميل ده لا ينفي الحقوق والحاجات دي، لكن الوطن فوق كل المصالح الشخصية وفوق كل الحزبية. نحن لو كنت نقول مثلا، نقول والله أنا بقول مثلا قالوا 65 داري 65، أنا ما داري أقول أنا مصالح 65 دي، لكن تعترف علي أنا في الانتخابات الأخيرة عندي 105 دائرة، وفي زول ما عنده ولا دائرة، ممكن نكون نستعنى الساوي زول. إذن أنا ما بقول الحكاية دي، هل تعتقد بأن هذه المرحلة من عمر السودان هي عمر يعني عمر هذه المحاصصات وعمر القضايا الكلية التي تهم الشعب السوداني والخروج بالقضايا الكبرى والمصيرية؟ بكرة الشارع ده تطلع الناس يموتوا، الناس اللي ماتوا في الدفاع دول كم من الناس من كل الأحزاب دي ماتوا مختلفين، تتكلم في ناس بيتكلموا ويكون عنده ما عنده ورد ولا زول واحد. لكن استيل انا بفتكر الذين استشهدوا هم ابناء الشعب السوداني، ابناء الشعب الذين السوداني. الذين لا يتطلعون الى مناصب ولا 65 ولا 3 يعطيك العافيه. انا قلت لك الفترات الانتقاليه تختلف خالص، احنا ما نتكلم دارين في الاحجام وكذا، لكن انا عارف حقي واتنازل عشان نضع الامور في نصابها. في ناس ما في زور، في ناس دارين ديمقراطيه، في الماشي ده بعمل ده، ما في ناس بعقله. هذه الحكومة ليست حكومة منتخبة، هي حكومة فاضل. ما الحكومة المفروض تهيئ يعني هذه الحقوق نتحدث عنها أنك تقتلع حقك بالانتخابات يعني. حبيبي الفاضل سلمي العافية، هي نفسها للديمقراطية. يا قوة سياسية ما نشارك، نترك الفترة الانتقالية دي لتكنوقراط وناس عندهم خبرة وناس عندهم تجربة، خلونا نمشي ونظم أنفسنا ونهيئ نفسنا الانتخابات الجاية. التزمنا ولم نشارك، الآخرين شاركوا. الفترة دي مو فرقة مشاركة حزبية، دي الفترة دي على أن فعلا الفترة بتاعت مشاركة كل الناس، لكن على الحزب والأحزاب السياسية أن هذه الفترة أنها تترك لناس لخبرات ولتجارب يعملوا، نقعد نحن طيب قعدنا نحن قعدنا هنا ما شاركنا، ومعروف فترة الحكومة الأولانية احنا ما شاركنا فيها، ونحن الوحيدين كان اتفاقنا مع كل قوى سياسية ما نشارك، على أننا والله نترك الحكاية للحكومة يعني من الخبرات والتجارب. جينا لقينا الحكومة السابقة واللي تكونت بعدا بمحاصصة أنها فشلت، والباشر بعد قررنا نشارك عشان نساهم في انقاذ السودان، وكنت نجي نشارك وكنت نجي نشارك كمان، ما نشارك كنا داري نشارك بحجمنا، ما تمسكنا بحجمنا، تمسكنا على انه والله من مشاركه كل الناس.
حاجة زي ده. لكن خلي المجلس التشريعي لما تمسكوا تنظروا بواقعية. في النهاردة الحرية والتغيير وفي المجلس في 58 كتلة. احنا عندنا كم حزب في السودان؟ فيها كم حزب؟ 58 كتلة. ذاته كلام زول ده، اي كلام دي حركات مسلحه كلها زول. الاحزاب السودانيه معروفه، الحزب الجمهوري عند الحزب، الكتل دي جايه منين؟ ما عندها قاعده، ما عندها حزب، ما عندها حاجه. وبعدين هل الناس شان نجي نقول السودان اللي بيبنوه بالناس الجايين دول كلهم جايين بالمصالح الشخصيه؟ خلوا يكون في احزاب مسؤوله. احزاب في السودان ما بيتوقعوا من 10 احزاب، 58 كتلة دول منين؟ مرجعيتهم شنو؟ أحزاب مسجلة. هاتي أحزاب عندك في السودان 8 حزب. والحزب هو ساكت. الحزب ذاته عشان يتكون الحزب عنده معايير. الحزب لابد يكون عنده فكر، لابد يكون عنده قيادة، لابد يكون عنده كوادر، لابد يكون عنده قاعدة شعبية، لابد يكون عنده إعلام، لابد يكون وهي تنظيم. الحزب مو ساكت عشان مش اي زول بيهموا ثلاث اربع زول عشان يقول الحزب ده المدى. يجب ان نعالج القضايا دي. انا بقول حزب الامه لا يتمسك ب 75 ولا 75 المشاركه، لكن حالين وكنتم تكون فيها مشاركه مع يعني جهات معروفه ومسؤوله. الاجابه على هذا السؤال نعم. انكم لم تكونوا سببا في تاخير تكوين المجلس أبداً. كما اتهمتكم الحريه ما تاخرنا نحن من لقيت الساعه البرنامج معنا. انت تيجي تقول في مساله الحريه والتغيير ونفسي اقول والله احنا دايرين كنا ادوكم ستة. هل معقول حزب الامه ياخذ ستة؟ هل معقول اديتنا؟ خلينا من اخواننا في الحزب ستة. لكن ستيل في النهاية بقول ما مشكلة الستة او السبعة او ثمانية. هل طالبتم بهذا الحجم في هذا الحصة؟ طالبنا ولغاية الساعة انا بقول ان احنا ما هذا لسه بالضرورة نمشي 65، لكن نمشي بالتقسيم العادل. وحسب الاحزاب اللي عندها عندها قاعده عندها مكون جميل. لكن ممكن اقول لك انا داير اقول لك ال 58 كتله دول وزنهم شنو؟ انا داير احزاب انا عارف ده حيدر ده حزب الجمهوري. هذا ما ستكشفه الانتخابات التي ستسال منها بروف الجمهوري، عارف احزاب وكل حاجات. لكن بتعرف تقول لي شيء 58